مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد وفق للعلم وغير حاله ولتقى تناس قلوبهم لنبيه ونظيم شانه لم تبيه واجبت ما نادى مرساني فغربت براني بالاني ثم صلاته ما زال من عيك على نبي العصر الغلائي محمد والعلي والاصحابي من قد قرآن بالإحرام به وبدو ولم أنه لم تزر جل الورى على القلم متزر وكان مطلوبا عشرة طلب من الورى حفظ اللسان العربي فيفهم معاني القرآن وسنة دقيقة المعاني وأنه أولى ولن يرحم إذا الكلام دونه لا يفهم وكانه يقد به شهيرا ورثة لطيفة شهيرا في ربيع وعجمي ورمي على قال ابن هاجروني وأنه قال أجل حتى بعمي ما مطر من هذا في عجمي. باب علامة الجزم. والجزم في الأفل بسكوني أواد حرب اللدن أمنوني فهد فنوني ربي قد أن الجزم في الخمسة الأفعال حيث الجزم وبسكوني جزم درجة سليم إن كان يبي حرف لاتين لاتين إما بواو أو بياء أو ألف وجسم مؤتل بها عند نديف وإلى ترس ما إيانا ونسبو ديواو إن يأن يدارو وما سواه في صلاة قدارو فانه يقصي جاتات يشعون دين في أمد غير من سليم وإلى ترس ما إيانا يأن وألف وأنه قاد والفات بها غريف إرب قل منهما مقدر بها ولكن نسبو قد يدارو معرفة ناكرة وإن رأى تعريف الاسم النكير فهو لا يقبل المعزير وغيره معرفة فتشار في جزء من الأول اسم مطمر يقنى به عن ظاهر فيانا من الغيب والقدور وتفرم فقسمه ثانيا للمتزير مستطير أبري نعم فزير سن المعارف جاهر بالعلم قد شفر مما قد وقال رهم وأمي أمر وأبي سعيد مرفوعات الأسماء مرفوع أسماء سبت نأتي بها معلومات الأسماء من تبيبها فالفعلس فالفعلس من مطلق من قدر سفا في فعله والفعل قبله وواجب في الفعل أي جرد إلى إدالي جمع أو مستنى أسند فقلت زيدان وزيدون قد أجد يجي أبونا تأتى خبر كمن أتاس من ربه مقعده أن كل لفظ عامل وجرده والخبر اسم من تدفع أسند مطبقا في لفظه المنتدى قالنا زيد عادم زاني وقالنا زيدان قائمان ومثله زيدون قائمون ومنه أيضا قائمون أخونا والمبتدا اسم ظاهر كما مضى أو مضمر كأن دعانا إن قد ولا يجوز الابتداء بما تسأل من الضمير بل بكل ما فسأل أنا روانا نو أنت أنت أنتم 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 وهو ويهم ما وهنا أيضا فالجاميس نزل وقد مضى من همس المدبر التوكيد وجاء إذن في الاسم أيو قد فايد والمؤكد المؤكد في أجول ربي ودري فيها منقر فعل مؤكد ولا ولفظه المشهور في أربع نفس عين ثم قل أنه وغيرها دعوى بأولي أشبه من أقطع وأقطع وأقصاء باب ظرف هو اسم وقت أو مكان انتصب قل على تقدير في عند العرب إذا أحدث ظرف مكان مبهما ومطلق في غيره فليعلمها ونصب في الفعل الذي بجرى كسر تميلا وقت قفت أزورا أو ليلة أو يوما أو سنين أو مدة أو جمعة أو بين أرد به من القلم من هرى من حكمه وكان في الذي درات ولد الاسم الذي لا هو إلا وغير وازي ونسوى سوى ولا عداها شبه ما إلى سيب ما أرجت من دي دام من منجبي قام ما كل القوم إلا وإن وقد رأيت القوم إلا خليدا من المدوب أشكت تنوينا أنو نهو كأهلكم ألونا أرد به وافد به الاسم الذي له تلا قد لا قول مزيد قتلا وهو على تقدير وهو على تقدير في أولامك أو من كفاق الليل أو لامي أو عبد زيد أو إينا زجاد أو كاب أو كاب بسج أو كاب أو كاب بساجي أو سابي خزن أو كاب بساجي وقد مدد أقام كل تبيئي مبسوطة في الأربع توابئي فيا إله التفنا فنرتفي سبل الرشاد والهدى فنرتفي قد تمنى وفي جمعة سادس سبعين بعد أن تهد اسمين سنين نتمل قد تمنى نتمو هذه المقدمة في ربع ألف كافيا مع أقامة نتمل فقير شرف الامريتي
ala fil ajzi wa ta'rifi wa tangkiri alhamdulillahi madada wa ami ala jaziril fadli wal in'ami afdhalu salati wa taslimi ala nabiyyil mustafa al karimi muhammadi wa sahbihi wal ali alhamdulillahi wa ta'rifi wa tangkiri alhamdulillahi madada wa ami.